إزالة الأذى من طرق الناس، من شعب وأبواب الإيمان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة. وجاء في سنن أبي داود في روايته بالجزم: الإيمان 70 شعبة. وجاء في مسند الإمام أحمد في روايته: الإيمان 70 بابا. فمن شعب وأبواب الإيمان إزالة الأذى عن الطريق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم عن تلك الشعب وعن تلك الأبواب، قال: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. في رواية أحمد وأبي داود: وأدناها إماطة العظم عن الطريق.